يعني حول هذا الموضوع معنا السيد كريم الحرمل المتحدث باسم حشد العبيد. مساء الخير سيد كريم. على المساء النور، حياكم الله. تحياتنا لك. صراحة يعني الآن يعني شفنا قبل قليل فيديو استعرض الكثير من معاناة أهالي الحويجة. حدثني عن اللي دا يصير، هل فعلا هنالك حصار؟ هل هنالك عدد كبير من العوائل محاصرة داخل الحويجة؟ الكثير يقول أنه انعدام للمواد الغذائية، الكثير من الأفراد يموتون والأطفال يموتون. حدثني عن هذا الموضوع سيد كريم. نعم، طبعا تنظيم داعش الإرهابي يغلق الطرق بوجه الأهالي بالكامل وحفر خنادق للطرق الرابطة بين مركز الحويجة وطريق تكريت وطريق بيجي، ويحاول الهرب من الأهالي باتجاه مناطق تحصر عليها الحكومة يعدم على الفور. وكذلك بدأوا بالضغط على الأهالي من أجل مبايعتهم وناصرتهم، مستغلين أفراد المواد الغذائية والحصار ذلك عن مصادرة ممتلكاتهم بحجة أنها تابعة لما يسمى ببيت المال. وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تصاعد بأرقام عالية جدا، بحيث وصل كيلوغرام السكر إلى 55,000 دينار، والشاي إلى 100,000 دينار، وعلبة المعجون إلى 70,000 دينار، وأقل من لتر زيت الطعام 35,000 دينار. كذلك انتشار أمراض في بعض المناطق نتيجة الإهمال الصحي. اما الارقام التي الذين اعدموا لم نستطيع تحديدها، فالدواعش مبداهم القتل، وبالتالي الاهالي يتعرضون لاباده جماعيه بعده طرق وحشيه يستخدمها الدواعش الانذال، وكذلك بانزال قوانين ما انزل الله بها بالسلطان لغرض الانتقام من الاهالي. سيد كريم، يعني ما الحل؟ المفروض احنا اليوم عندنا حل فوري لهذه المشكله، خصوصا انه يعني الاطفال يموتون بالجمله، النساء تعتقل، وهذا موضوع يعني مرفوض تماما. ارتفاع باسعار المواد الغذائيه، سعر السكر وصل الى تقريبا 7 ملايين دينار عراقي، زين الناس هي مظلومه ومحاصره ومضطهده وتحيط بها الالغام. هل كان هنالك يعني مناشدات؟ هل هنالك يعني من ينقذ اهالي الحويجه؟ هل هنالك اجراءات اتخذت سواء كان يعني أمنية أو إجراءات إغاثية؟ والله يا سيدتي العزيزة، أولا من دخل تنظيم داعش الإرهاب إلى منطقة الحويجة، فأول من شكل قوة حيث الشعب والشيخ وصف العاصي وأبناء قبيلة العبيد مع العشائر الأخرى، هم ذلك التاريخ، ولحد الآن هم ينتظرون موافقة رئيس الحكومة الشعور بإطلاق ساحة الصدر لتحرير الحويجة. الموضوع موضوع الاقتحام وموضوع انقاذ الاهالي ويقع على عاتق الحكومه المركزيه، فلا يستطيع حتى التحرك بدون امر من الحكومه المركزيه. الاهالي وبالذات ينتظرون ويناشدون وهم على حرم من الجبر، طالبون رئيس الحكومه وكل الشرفاء يجب اغاثه اهلنا وامهاتنا تستنجد بهم، اشباح الموت تحيط بهم من كل الاتجاهات، يجب ان تطلق ساحه الصفر لتحرير الحويجه، يجب انقاذ ما تبقى على الاقل من اهلنا الابرياء. نعم. طيب يعني تقريبا يعني بحسب المعلومات اللي عندك، كم عدد الاشخاص الموجودين يعني تعدادهم داخل الحويجه بشكل تقريبي او بعدد تقريبي؟ من 10,000 الى 20,000. 10,000 شخص، يعني صراحه ظلم اذا كلهم يموتون، خلينا نحكيها بصراحه. سيد كريم، يعني من خلال يعني جهودكم، هل هنالك تعاون يعني من قبلكم مع القوات الأمنية من أجل مثلا تخليص الطرق من الألغام، من أجل يعني تهيئة عمليات عسكرية معينة لاقتحام قضاء الحويجة، مثلا فتح ممرات آمنة لخروج العوائل؟ هل هنالك من هذه المبادرات أو من هذه الأمور اللي أنتم المفروض أنه تقومون بها من أجل تخليص أكبر عدد ممكن من العوائل؟ نعم، الـ 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 الاهالي في منطقه الحوجة اغلبهم او 90% منهم، او دعني اقول لك الابرياء كلهم مع القوات الامنيه وينتظرون على حرم من الجبر تخليصهم من هؤلاء العصابات المجرمين. اما بالنسبه لاهالي المناطق المجاوره للحويجة سواء كان في شرق تكريت او كركوك او حتى لو افترضنا في صلاح الدين المتمثله بالشقاق داخل الشقاق، وهم جميعا ايضا مع القوات الامنيه وهم جاهزون لكل شيء يفعلونه من اجل ان تقتحم القوات الامنيه منطقه الحويجه وتحشقات وتخلص الاهالي منها باعتبارهم اهلنا
ونحن يعني كمنطلق انساني او منطلق قبلي او منطلق وطني نحن نفعل ما تريد منا القوات الامنيه من اجل تخليص اهلنا. كذلك اهلنا هم يعني لا احد يتخيل كم هم بامس الحاجه لان يروا جندي عراقي يدخل محررا لهم. طيب سيد كريم، يعني ما الذي تنتظره اليوم القوات الامنيه لاقتحام القضاء؟ يعني بالسرعه العاجله. والله احنا الحمد لله ونشكر انتصارات الموصل بعد بشائرها وهي على وشك اعلان تحريرها، وبالتالي ننتظر الشروع بعمليه اقتحام الحويجه باعتبار الدواعش خسروا ما خسروا من الاراضي في الموصل، وهذا طبيعي يعني يزيد من بعد انتقام على الابرياء في الحويجه، لكن في نفس الوقت نحن نامل بان تنطلق عمليه اقتحام الحويجه باسرع وقت. ومن هذا المنبر اطالب انا شخصيا كمواطن عراقي كابن عشائر السيد رئيس الحكومه بالتحرك واخذ الموضوع في غايه الاهميه. طيب سيد كريم، يعني نعم تحرير الحويجه. سيد كريم، يعني ما الضرر في ان تقسم العمليات العسكريه الى قسمين، قسم صوب يعني ما تبقى من الساحل الايمن لمدينه الموصل وما تبقى من مناطق، وصوب اخر الى الحويجه او الشرقاط، يعني ما الضرر في ان تقسم العمليات؟ هل هنالك يعني العده والعدد غير كافي؟ القوات الامنيه وعمليات الاقتحام هذا امر متروك للقاده العام للقوات المسلحه والقاده الميدانيون الذين يقودون المعارك باعتبار نحن دوله لها سياده ودوله لها نظامها، وبالتالي هذا امر يعود لهم. لكن نحن كمواطنون نطالب وهناك مسائل على ارض الواقع فرضت نفسها توجب على الحكومه الالتفات الى مثل هذه المواضيع، وكان تخطي الحويجه ومهاجمه الموصل في عمليه الاقتحام حسب رايي كان موضوع يحتاج الى دراسه، وكان موضوع يجب ان تكون الحويجه ما قبل الموصل باعتبار لا يمكن. طيب سيد كريم، القوات الامنيه شكرا كل من عصابات داعش الاجراميه تقتل بيننا بهذه الطريقه. طيب والكل يعلم كلما زادت خسائر الدواعش في مناطق العراق وكلما زاد ضغطهم على المناطق التي يحتلونها. سيد كريم الحرمل المتحدث باسم حشد العبيد، شكرا جزيلا لك سيد كريم.